الأحداث الدمية الأخيرة التي تمر بها فلسطين، حيث عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن فزعه لمقتل المئات في غارة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى في غزة، وندد بقوة ما يجرى. جاءت تصريحات غوتيريش في مراسم افتتاح منتدى الحزام والطريق في بكين، حيث دعا لتهدئة إنسانية فورية، كما أطلق مناشدات لإسرائيل لتخفيف المعاناة الإنسانية المروعة. أدعو إسرائيل للسماح بدخول مساعدات الإنسانية بدون أي قيود لتلبي أبسط الاحتياجات للشعوب في غزة. قد فهم تماما الانسياب الشديد لدى الشعب الفلسطيني الذي عانى من الاحتيال لأكثر من 56 عاما. قد فهم هذا الشعور تماما. أنا أعرب عن